من الماشين انت خدته قبل كده، بس هنتكلم على شوية بعض الملاحظات اللي هو لا ده حديدا اتعرفنا عليه، ان احنا نشغله اول حاجه على كموتور. هتعرف يقول لنا ايه فكره العمل بتاعت الاندكشن دي؟ فيز كرنت بكالوريس فيلد كرنت ماشي في 3 فيز وايندنج، عشان اي واحده من دول تختلف الفيلد شكله بيختلف. اوكي ف 3 فيز وايندنج ماشي فيها 3 فيز كرنت بيعمل لي فلوتيتنج ماجنتيك فيلد. انسى بقى ان هو 3 فيز 4 فيز 30 فيز انا في الاخر خالص انا عندي نورث وساوث عمالين يجروا بالسينكرونس، والنورث والساوث دولت القيمه بتاعتهم ثابته. يعني لو انا حطيت اي كويل جوه هيتكون عليه فولتج الماجنيتيود بتاعه كونستنت. طب لو انا لففته كده يبقى هيعمل في شيفت بالبوزيتيف، لو انا لففته الناحيه الثانيه هيعمل في شيفت بالنيجاتيف. طب لو انا ثبتته ده هو يبقى ده هيعمل ايه؟ زيرو في الشيفت بين البرايمري والسكندري. يبقى ده كانه ترانسفورمر، الترانسفورمر السكندري بتاعه انا اقدر الفه يمين او شمال. لو انا لففته يمين وثبته او لففته شمال وثبته ده بنسميه ايه؟ فيز شيفت اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. ماشي الحال كده اهو. طب لو انا خدت بقى الفيز شيفتر ده الفولتج بتاع الاستيتور، انا دخلت الفولتج على الروتور المره دي وخدت الفولتج بتاع الاستيتور جمعته على فولتج الروتور، ده بقى اسمه ايه؟ ده اندكشن ريجوليتور. الاندكشن ريجوليتور من المميزات بتاعته ان هو يقدر يغير الفولتج بتاعي فيري سموث، مش ستبس زي الترانسفورمر اللي هو بنسميه تاب ترانسفورمر. طيب هيقول لك واحد تاني يقول لك لا ده انا عندي كمان اللي هو ترانسفورمر بسلايدر، ده بيستخدم عشان الباور القليله مش عشان الباور العالي، ما اقدرش استخدمه ليه؟ لباور عالي ممكن اتعالج. طب هو عنده مشاكل كتير. طيب ده اقدر ان انا اشغل الفولتج اقدر اغيره فيري سموث. طب ايه الدروب باك بتاعه؟ ايه المشكله اللي موجوده فيه؟ الاير جاب إيه بتاعه على الترانسفورمر؟ الاير جاب، ان الاير جاب اللي موجوده فيه اكبر. بما ان الاير جاب دي اكبر يبقى معنى كده ان الريلاكتنس بتاعته اعلى ولا اقل؟ اعلى. الريلاكتنس اعلى يعني الاندكتنس اقل، يبقى ال ام بتاعته اقل، يبقى الماجنتايزنج كرنت بتاعه اقل، يبقى النو لود كرنت بتاعه اكبر. نو لود كرنت اكبر يبقى اللوسز بتاعته هتبقى ايه؟ هتبقى اقل. ماشي الحال كده اهوت. وعرفنا ايه؟ طب بصيت لقيت ان هو بيعمل فيه شيفت بين البرايمري والسكندري، طب انا اتغلب على الكلام ده ازاي؟ احط روتر تاني في اكسل تاني. يا اما احط ادخل الانبوت على الروتر والستيتور بتاعي، يبقى انا عندي تو ويندنج على الستيتور، واحده ماشيها اي بي سي واحده ماشيها اي سي بي. مش كده؟ يبقى معنى كده الروتيتنج ماجنتيك فيلد واحده فيهم شايفاه بيلف يمين، واحده فيهم شايفاه بيلف شمال. يعني واحده كلوك وايز واحده انتي كلوك وايز. يبقى لو انا حركت اي زاويه ثيتا واحد فيهم شايفه ثيتا بالبوزيتيف وواحد فيهم شايف الثيتا دي بالايه؟ بالنيجاتيف. مش كده؟ يبقى لو جمعت الاثنين مع بعض هبص الاقي الايه؟ الايماجينري يضيعوا بعض او الاكس اكسس يضيعوا بعض، يبقى انا بجمع الايه؟ الواي اكسس بس. طيب لو انا بدل ما كان عندي 3 فيز وايندنج 3 فيز كرنت، انا حطيت سواء ال 3 فيز وايندنج حطيت سنجل فيز كرنت. سنجل فيز كرنت يعني ايه؟ يعني في التايم دومين الثلاثه بيبقوا في نفس الوقت، الثلاثه بيزيدوا والثلاثه بيقلوا في نفس الوقت. الفيلد بتاعي ساعتها هيبقى روتيتنج ولا بالسيتنج؟ هيبقى بالسيتنج. مش كده؟ بما ان هو بالسيتنج ببص الاقي ان السكندري والبرايمري بيبقى الاثنين ان فيز، حتى لو انا لفيته هيبقوا الاثنين ان فيز، يعني الاثنين هيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض. بس لو انا لفيته ايه اللي بيحصل؟ الكابلنج انجل بين الاثنين الميتشر كابلنج بين الاثنين الروتر والستيتور دي بتختلف، دي بتعتمد على ايه؟ كوساين الزاويه اللي بين الاثنين. فكوساين الزاويه اللي بين الاثنين يبقى انا الفولت بتاعي بيبقى في كوساين الزاويه، بس الفي ده كونستنت وكوساين الزاويه ده اللي بيختلف، يبقى الفي كوساين الزاويه دي بيختلف، بس الاثنين بيتجمعوا والاثنين بيبقوا ايه؟ ان فيز مع بعض. ماشي الحال كده اهو. وده كان الاندكشن ريجوليتر اللي هو لو انا هشغله كسنجل فيز. بعد كده ايه؟ اتكلمنا على السلسل، بس قبل ما نتكلم على السلسل قلنا الاندكشن موتور انا رحت جاي على الروتر رحت عامل عليه شورت سيركت مشى كرنت، الكرنت ده عمل فلكس، الفلكس ده انتر اكت مع الفلكس الاصلي، عايز
يضيع السبب بتاع الفلكس الاصلي. طب السبب بتاع الفلكس الاصلي ان هو ايه؟ ان هو دي فاي باي دي تي. ده ايه سببه؟ ان الفلكس بيتحرك. طب انا عايز الروت اللي يعمل الفلكس عايزه يتحرك بنفس السرعه عشان يبقى الريلاتيف سبيد بيساوي زيرو. هو عمل فلكس بيتحرك بنفس السرعه عشان فلقى ان هو راح عامل تورك على الروتر. فالروتر ابتدى يلف. اما الروتر ابتدى يلف تحت الفريكوانسي بتاعه الروتر الدي فاي باي دي تي قلت، الريلاتيف سبيد قلت. الريلاتيف سبيد قلت يبقى ايه؟ يبقى الفريكوانسي قلت. يبقى الروتيتنج فيلد اللي ماشي على الروتر سرعته بالنسبه للروتر ابتدت ان هي تقل، بس في الاخر خالص برضه فضل ماشي ورا الايه؟ ورا الماجنتيك فيلد بتاع الستيتور. ماشي الحال كده اهو. وده كان الاندكشن موتور واتكلمنا عليه وقلنا السنجل فيز وكل الكلام اللي ايه اللي عنه. فبعد كده قال احنا قبل ما نبتدي كنا قلنا لك ان الالكتريك ماشينز دي عكس الميكانيكا، دي باي دايركشنال ماشين. يعني ايه باي دايركشن؟ يعني انرجي كونفرجن ديفايس باي دايركشن، يعني لو هي تقدر تحول من الالكتريكال لميكانيكال فهي تقدر، هي نفس الماشين دي تقدر تحول من الميكانيكال الى ايه؟ الى الكتريكال. ماشي الحال كده اهو. اوكي طيب. طب الاندكشن موتور ده لو انا لفيت هل هيطلع لي باور؟ هيطلع لي جنريت باور. قلنا لك هي الموضوع بكل بساطه كده هو اللي هو زي ما احنا خدناه في السينكرونس ماشين. كان في زاويه اسمها دلتا، حد فاكر الزاويه دلتا دي؟ اللي هي اللود انجل. اللود انجل دي بتقول ايه؟ ده الميكانيكال اللي هو موجود على الروتر اللي هو البرايم موفر ماسك في الروتر، وده الالكتريكال اللي هو الفيلد اللي موجود على الستيتور. انا المشكله عندي ان الانتر اكشن بين الاثنين فيلد دولت. اوكي والله لو الفيلد ده هو بيجري كده وبيشد التاني وراه يبقى الميكانيكال هو اللي بيشد الالكتريكال، مش كده؟ يبقى ده عباره عن جنريتور. لو العمليه مشيت بالعكس يعني هو ده اللي بيجري وده اللي بيجري اللي ورا، يعني الزاويه دي بتاعتك بقت بين نيجاتيف، يبقى ده عباره عن ايه؟ يبقى ده عباره عن موتور. جميل جدا. طب يبقى الاندكشن موتور بكل بساطه كده اهوت، انا عايز الفلكس بتاع الروتر يسبق الفلكس بتاع الستيتور. اوكي؟ طيب في الدي سي وفي السينكرونس الموضوع ده كان بسيط جدا، ماشي بسرعه اكتر. طب في الاندكشن ماشي بسرعه اكتر. بس خلي بالك من حاجه، انا في الدي سي الفلكس اللي انا حاطه على الروتور ده انا مدخله بنفسي عن طريق الارمتشر، براشز تخش على الارمتشر فخليت ايه يبقى موجود الناحيه دي. اوكي طب في السينكرونس انا مدخل دي سي فلكس ومدخله على الايه؟ على الروتور. في مش كده؟ طب في الاندكشن هو هو اسمه ايه؟ اسمه اندكشن. يعني ايه اندكشن؟ يعني الباور بتروح من الستيتور للروتر باي ايه؟ باي اندكشن. طب اذا كان انا ما كانش عندي باور موجوده في الستيتور، ما كانش في كهرباء موجوده في الستيتور، اوكي؟ وعايز يبقى في فيلد باي اندكشن موجود في الروتر، وبعد كده انا عايز بقى ايه؟ فحتى الموتور كانت العمليه سهله، انا بعمل فيلد في الروتر وبعد كده بشده. طب انا دلوقتي انا عايز الفيلد اللي موجود في الروتر هو اللي يشدني، يعني هو عايز الفيلد ده يبقى هو موجود قبلي. طب دي مشكله. لا ازاي؟ ها؟ اديله انا الرياكت. دي احد الايه؟ الحلول. ان انا اديله رياكتيف باور، اديله رياكتيف باور دي ان انا اوصله الشبكه. يبقى هو جنريتور واصل بالايه؟ بالشبكه، واصل بالسبلاي. يبقى ده عباره عن جنريتور واصل بالسبلاي، وده ما عنديش مشكله فيه. فهو هياخد ايه؟ برافو عليك، انت قلت لي هو هياخد ايه؟ رياكتيف باور. ليه رياكتيف باور؟ عشان اعمل مجرد عشان انا عايز الكرم بتاعه يسبق الفولت بتاعه. طب ايه الحاجه اللي بتخلي الكرم بتاعها يسبق الفولت؟ اللي هو كاباسيتور بالظبط كده هو. يبقى ده مش هينفع يشتغل الا لما هو يكون شايف الدنيا كلها بالنسبه له ايه؟ ليدنج باور فاكتور. لكن ده ملوش فيه خالص يعني. ليه؟ لان لاجن الكرم هيتاخر، ولو الكرم اتاخر يبقى معنى كده هو ايه؟ الفولت هيتكون ازاي؟ يبقى الفلكس بتاع الروتور مش هيبقى موجود ساعه ما الفولت يجي. انا عايز الفلكس بتاع الروتور اللي هو ماشي في الاكس ام ده
انا عايز يبقى موجود قبل ما الفولتج يتواجد. وصلت الفكره؟ احنا عايزين ايه دلوقتي؟ اوكي، يبقى انا عايز الفلكس. هو مشكله الاندكشن الوحيده ايه؟ ان انا بدخل الانرجي على الروتور اللي هو انا عايزه يشد الاستيتور، يشد الفلكس بتاع الاستيتور. انا بدخلها باي اندكشن، يعني هي لازم تجي له من الاستيتور، هي ما لهاش حل تاني غير الدي سي. انا كنت بدخلها له لوحده بالبراشز، بدخل على الارمتشر بالبراشر على الروتور الكهرباء، بدخلها بالايه بالبراش، انا اللي بحطها. بالنسبه لل بدخل انا الفلكس الموجود على سوري في الدي سي، الفلكس موجود على الاستيتور، وانا دايما مخلي البراشز موجوده على الارمتشر كونتاكتورز اللي هي اللي بعديه، فما كانش عندي مشكله. ده بالنسبه للدي سي. بالنسبه للسينكرونس، انا اللي بدخل الكهرباء على الايه على الروتور وقت ما انا عايز، الوقت اللي انا عايزه. لكن بالنسبه للاندكشن لا، هي لازم تجي له من الاستيتور، ولازم تجي له يعني هي جايه له مع الفولت بتاعه. طب جايه له مع الفولت بتاعه، بس انا عايز ان الفلكس هو اللي يسبق. عشان الفلكس هو اللي يسبق، يبقى لازم الكرنت بتاعه يسبق الفولت. عشان الكرنت يسبق الفولت، يبقى لازم ده يكون شغال على ايه؟ على ليدنج باور فاكتور. ماشي الحال كده اهو. طب عشان يشتغل على ليدنج باور فاكتور، فهو بيشتغل على ليدنج باور فاكتور، هو بياخد من الايه؟ من السبلاي، هو شغال بالسبلاي. طب لو هو مش شغال بالسبلاي، يبقى احنا قلنا لازم نشتغل على الباور فاكتور شكله ايه؟ ليدي. يبقى لو هو شغال لوحده، هو ملوش حل الا يكون شغال على ليدي باور فاكتور كاباسيتي لود، عشان يقدر ان هو ايه يشتغل. ماشي الحال كده اهو. طيب وده اللي احنا هنبتدي ان احنا نتكلم عليه او نهايلايت عليه بالنسبه للمحاضره بتاعت النهارده. طبعا مش هنخش ديتيلز زي ما انت اخذت كورس كامل على الاندكشن موتور، كورس كامل على الاندكشن موتور، كل ده على الموتور احنا خدنا لنا بتاع 10 مواتير. فاكيد احنا بنتكلم في محاضره، احنا بنتكلم على ايه؟ على الفروقات والحاجات اللي تخلي بالك منها، وليه بستخدمه، ايه الادفانتج والديس ادفانتج اللي موجوده عنه. طيب بالنسبه للاندكشن موتور، لو هو شغال مع السبلاي انا ما عنديش مشكله. ليه؟ لان شبكه الكهرباء بتحافظ لك على الموتور وبتحافظ لك على الكرنت، انت بتدخل الانرجي وبتزودها او بتقللها بس. واللي بيختلف بين الاثنين خلينا نعمل ايه؟ احنا انتوا دايما كنتوا متعودين الميكانيكال باور هنا اهوت، وهنا ليه الروتور كابر لوسز، مش كده؟ طيب احنا هنخلي المره دي ايه الروتور كابر لوسز هنا او خلاص ماشي، خلينا نعمل ايه؟ ميكانيكال انا عشان السرعه بتاعتي بتاعت الروتور تبقى ازيد من السرعه بتاعت الاستيتور، يعني الان بتاعتي اكبر من ان اس، انا عندي حاجه اسمها سليب، مش كده؟ سليب ده اللي هو بيساوي ايه؟ لو انا خليت الان بتاعتي اكبر من ان اس، يبقى السليب بتاعتي بقت ايه؟ بالنيجاتيف. اما السليب بتاعتي بقت بالنيجاتيف، يبقى ده اكبر من ايه؟ من واحد، مش كده؟ يعني الباور ايه اكبر من هي اللي بتساوي ايه؟ الاثنين دول مجموعين على بعض، مش كده؟ طيب وهنا السليب بقت بالنيجاتيف، يعني ده بالنيجاتيف، فبقت الباور بتاعتك ماشيه كده، فبقت البي جاب كلها حطها بالنيجاتيف، البي جاب بقت كلها بالايه؟ بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف بنيجاتيف يديلك بوزيتيف، يبقى الباور دي برضه ايه؟ ماشيه في الاتجاه ده، والباور دي ماشيه في الاتجاه ده، والباور هنا ده بالبوزيتيف، لكن البي جاب بقت بالنيجاتيف، يبقى الفلو بتاع الباور هيبقى ايه؟ هيبقى ماشي كده. طب الريبريزنتيشن بتاعها بيبقى عباره عن ايه؟ انا في الاندكشن موتور كان عندي الروتور بتاعي كان عباره عن مظبوط؟ او لو انت عايز تقسمه كده كانه ترانسفورمر اب تو داش، واب تو داش واحد ماينس اس على اس. طب الاس بتاعتك بالنيجاتيف، يعني ده اكبر من واحد، طب بس برضه ده راح يدي لك ايه؟ هنا نيجاتيف. يعني ايه ريزيستنس بالنيجاتيف؟ يعني الاي سكوير ار بتاعتها تبقى بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ يبقى بالنيجاتيف. معناها ايه؟ يعني دي كونسيوم، ما هو ريزيستنس احنا بنتعرف عليه كونسيوم باور، بس كونسيوم باور بالنيجاتيف يعني ايه؟ يعني دي بتدي باور،
هو في حاجه اسمها ريزيستنس بتدي باور، هي الار 2 برايم دي في 1 ماينس اس على اس دي ريزيستنس حقيقيه موجوده ولا دي انا بتخيل ان هي موجوده لان هي بتعبر عن الميكانيكال باور بتاعتي او الاوتو باور بتاعتي، دي انا بتخيل انها موجوده عشان تعبر عن الميكانيكال باور. لما هي بتبقى بالنيجاتيف يبقى الميكانيكال باور بتاعتي بقت بايه؟ بالنيجاتيف. يعني ده بدل ما هو كان شغال موتور دلوقتي هيبقى شغال ايه؟ هيبقى شغال جنريتور. ماشي الحال كده اهو. طيب الموتور ده او السيستم ده لو هو شغال مع الشبكه احنا بنقول ايه؟ انا بظبط الفولت وبظبط الكلام عن طريق الشبكه. طب لو هو شغال لوحده السينكرونس كنت بظبط السبيد بتاعتي تروح مدينا الفريكونسي. طب ده لا ده في سليب موجود الدنيا صعبه ليه؟ فهيتغير الفريكونسي ويتغير الاوتبوت فولتج بتاعه بناء على ايه؟ على الباور. ليه؟ لان الفريكونسي بتاعي ده دي عباره عن اس اف اس مش كده؟ والاس يعني الفريكونسي هنا بتعتمد على الاس بتاعتي والاس دي هي اللي بتدي لك قد ايه باور بتمشي كده باور وقد ايه باور بتمشي كده. يعني معنى كده هو ايه؟ معنى كده ان كل لما الباور يتغير ابص الاقي الفريكونسي بتاعتي عماله بتتغير وقت بيتغير والدنيا مش يعني الكنترول بتاعه لا صعب مش سهل زي الايه؟ زي السينكرونس انا بتحكم في الفريكونسي لوحدها وبتحكم في الايه؟ في الفولتج لوحده. اتحكم في الاكتف باور واتحكم في الرياكتف كل واحده انا اللي بتحكم فيها لوحدي. لا ده انا لازم ان انا ايه اعمل الدي كيو موديل بتاعه واتحكم في دي لوحدها ودي لوحدها وازاي يعني العمليه بتبقى ايه؟ بتبقى محتاج كونفرتر والعمليه دي بتبقى صعبه. طب انا اربطه بالشبكه ازاي؟ لا خلاص ما فيش مشكله انت الباور اللي طالعه منه اعمل لها حط ريكتفاير حولها الى دي سي وبعد ما تحولها الى دي سي حط انفرتر ورجعها تاني للشبكه. مش كده؟ طبعا جميل جدا. طب انت ايه رايك؟ اجيب جنريتور لازم اعمل له كونفرتر عشان ارجعه تاني للشبكه ولا اجيب جنريتور اوصله للشبكه على طول؟ اكيد اوصله على طول. طب ليه احنا بنلجا لده؟ وده بنلجا له امتى؟ بلجا له في الباور ستيشن في الهيدروليك باور ستيشن الصغيره اللي عندها انهار بسرعه ممكن تتغير بسرعه. او في الوينتر باين انت بتقول ان السرعه بتاعتها ثابته. بس الهواء مره واحده ممكن تجي لك وين جاست كده هو تروح مزوده السرعه قوي وبعدين تقل تاني. طب الوين جاست هو سينكرونس ده يقدر يمشي عند اي سبيد ولا سبيد معينه؟ سبيد معينه. اول ما امسك السينكرونس جنريتور اغير السبيد تتغير الفريكونسي اغير الفيل تتغير الفولت مش كده؟ شو ده اللي احنا درسناه؟ مظبوط؟ ولا لابسين تمام. طيب بمجرد عملت له سينكرونايزيشن يعني ربطته بشبكه والشبكه دي قويه لو انا حاولت اغير الفولت عن طريق ان انا اغير الفيل بكارنت هيتغير الفولت؟ امال ايه اللي هيحصل؟ ايه؟ ما انا بغير الفيل بكارنت مش من حقك تغيره غيره الترك بتاع ال ترك الاكسيتيشن فولت الاكسيتيشن ده كارنت ده باور ولا فلكس؟ ده فلكس. طيب. تتغير الرياكتيف باور اللي انت بتتبادلها مع السبلاي. كل ما تزود الفيلد كارنت انت بتدي رياكتيف باور للسبلاي، تقلل الفيلد كارنت بتاخد رياكتيف باور للسبلاي. رياكتيف باور يعني هل في انرجي؟ هل في حاجه انت بتدخلها؟ لا. طيب انت كنت بتقول لما اغير السبيد تتغير الفريكونسي، طب بمجرد ان انا مسكت في السبلاي لو انا حاولت اغير السبيد هتتغير؟ لا لان الشبكه اجمد مني. تخيلها بايه؟ ان في قطر او باص وفي 1000 واحد بيزقوا قطر. خلينا سيبك من الباص، بص ممكن انت تكون راجل قوي جدا بقى احسن من 1000 دول وهتزقهم، لكن خلينا نتكلم على القطر. لو انا القطر ده في 1000 واحد بيشدوا القطر، انت مهما بقى رايح الجيم ومش جاي الجيم عامل فيها بتاع انت هتجري. هنعمل سينكرونايزيشن، هنعمل سينكرونايزيشن ازاي؟ انا هشوف القطر بيمشي بأي سرعه وهمشي بنفس السرعه بتاعته وبقى في هاندل كده اهو. وانا بظبط الفيلد كارنت بظبط الفولتج بتاعي عشان اقدر امسك في الهاندل مظبوط. فرحت ايه؟ مسكت في الهاندل. اوكي؟ بص انا ماشي كده جنب القطر. انا بديله باور؟ لا.
طب لو انا عملت كده ماشين يبقى انا بدي باور اكتيف باور. طب لو انا حاولت ان انا اوقف ابطئ سرعتي انا خلاص اتربطت فيه اتكربشت فيه هيحصل ايه؟ هو هيشدني مش كده؟ مظبوط؟ يبقى بمجرد انك انت مسكت اي محاوله لتغيير الفريكوانسي ما بتتغيرش الفريكوانسي ده لا عشان اغير الفريكوانسي ده من ايه؟ بحط فيول زياده في البرايم موفر يعني بحط اكتيف باور زياده يبقى اكتيف باور زياده تروح للقطر تروح لشبكه الكهرباء. طب اي محاوله ان انا اقلل السرعه ايه اللي يحصل؟ الباور اللي انا بديها للشبكه تقل. طب لو انا حاولت ان انا اقف انا هاخد باور من الشبكه واتحول الى موتور ده سينكرونس ماشي الحال كده اهوت اوكي. طب لو انا ماشي جنب الشبكه بالظبط ده اسمه ايدل انا ماشي جنبها لا بدي اكتف باور ولا باخد اكتف باور. طب اي محاوله ان انا اغير الفولت ينتج عنها ايه؟ الرياكتف باور تزيد الرياكتف باور تقل لكن انا بدي اكتف باور لا ولا السبيد هتتغير ولا الفولتج ايه هيتغير. طب تعالى بقى بالنسبه للاندكشن طب سوري طب المشكله دي بينتج عنها ايه؟ ان لو جاء ويند قوي جدا البليدز عليها باور فهي لازم تغير السبيد بتاعتها هذا والا البليدز دي ممكن تتكسر او الجيرز بتاعتك يحصل فيها مشاكل اوكي. طب انا همتص الباور دي قد ايه؟ انك مره واحده عايز تاخد مثلا 1 ميجا زياده تدخلها على شبكه الكهرباء ماشي شبكه الكهرباء 1 ميجا دي ولا حاجه بالنسبه لك بس بالنسبه للشفط بتاعك والبليدز بتاعتك دي حاجه سيئه. لكن بالنسبه للاندكشن هو ممكن ياخد سرعه زياده ويرجع لنفس الفريكوانسي برضه ليه؟ لان في سليب والسليب دي بتحدد قد ايه باور انت خدتها زياده لان لقيت ان الباور بتاعتك بتعتمد على الايه؟ بتعتمد على السليب ايه؟ السليب هي اللي هتتغير فانت ما عندكش مشكله. فدي من المميزات الكبرى بتاعت الاندكشن اللي هو ممكن يتقبل السادن تشينج في السبيد يعني ممكن سادن تشينج في السبيد ما ياثرلكش على الشافت بتاعك ويقدر يمتص الباور دي ويدخلها تاني للايه؟ للسبلاي. اكتر من كده لا. فاحنا ما بنشغلوش في الابلكيشنز اللي هيكون عندي سادن تشينج في السبيد فهو يقدر ان هو يمتصها ويدخلها على الايه؟ على الشافت. بس لازم زي ما هنشوف في السلايدز اللي جايه ان دي من اهم مميزاته. الحاجه الثانيه ان لازم الفلكس بتاع الروتر يبقى ثابت الفلكس بتاع الاستيتر عشان يبقى جنريت فلكس بتاع الروتر يتاخر عشان يبقى موت ماشي الحال كده اهو. طيب شكرا. يبقى هو السلام ان ده السرعه هنا الان ار اكبر من ان اس
بس ده بيمشي هنا اس ان اس مش كده اللي هو الاس ان اس اللي هي بتاعه الاس اف اس يعني يبقى ده بيحاول ان هو يرجع كده هو بيحاول يرجع كده هو بسرعه اللي هي السيل فريكوانسي اللي هي ايه اللي هي اس ان اس فدي بتبقى ايه بالنيجاتيف هنا اهو يبقى ده عايز يمشي هنا بالنيجاتيف الاس بتاعتك بتبقى بالنيجاتيف لكن هنا الاس بتاعتك بتبقى بالايه بتبقى بالبوزيتيف عايز يرجع عايز ايه يروح عشان يحصل ده ماشي الحال كده اهو يبقى هنا الاس بتاعتك بتبقى البوزيتيف هنا الاس بتاعتك بتبقى بالنيجاتيف والباور بس انا هنا ما عملناها عملنا ايه عملنا دي اللي هي بتاعه الكابر لوسز البي انبوت بتساوي بي جاب البي ميكانيكال دي بتبقى اوتبوت اللي هي 1 ناقص اس في البي جاب الاس في البي جاب دي عباره عن الكابر لوسز طب لو انا جيت هنا هو الاس بتاعتي هتبقى بالنيجاتيف الاس بتاعتي تبقى بالنيجاتيف والبي جاب بتاعتك تبقى بالنيجاتيف يبقى البي جاب بقت بالنيجاتيف الاس والبي جاب بقوا بالنيجاتيف يبقى هبص الاقي دي ايه البي جاب بالنيجاتيف هتبقى طالعه فوق وهنا الاس بقت بالنيجاتيف والبي جاب بقت بالنيجاتيف الاثنين هما يضربوا ببعض يبقى ده هيفضل بوزيتيف يبقى ده برضه هيبقى ايه بوزيتيف يبقى هنا البي ميكانيكال بتغذي الروتر كابر لوسز وبتغذي في نفس الوقت الاوتو بتاعك هنا البي انبوت اللي هي البي بتاع اللي جاي لك من السبلاي كموتور بتغذي الميكانيكال باور وبتغذي الايه الروتر كابر لوسز طبعا ده نيجلكتنج اللوسز اللي هي اللي موجوده في الايه في الستيتور والفريكشن والكلام ده كله طب لو بصينا للايكوفالنت سيركل بتاعتي ابص الاقي ايه الايكوفالنت سيركل بالشكل ده قبل ما نتكلم على الايكوفالنت سيركل بالشكل ده لو انا كنت شغال في ايرون مون يعني جنريتور كان واحد هو مين اللي هيعمل الفلكس في الروزر الاكس ام فاكرين مش دي بتاعت الماجنتايزنج طب مين اللي هيمشي فيها اي ام يبقى لازم يكون عندي رياكتيف باور لازم يكون عندي كاباستور الكاباستور ده هو اللي يقدر يديلك رياكتيف باور تغذي ده طب ده في الاي طب لو هو كان اكزاكت لا انا عايز اغذي اكس ام اكس 1 كمان وعايز اغذي الاكس 2 كمان ده لازم اجيب الايكوفالنت واجيب منها الاي ام اللي هيمشي هنا هيساوي كام عشان تقدر تجيب ايه قيمه الكاباستور اللي تقدر تغذي بيه ماشي الحاجة دوت الاي ام هيفضل في نفس الاتجاه بالنسبه للاي طب الاي ار هيبتدي ان هو يعكس اتجاهه عشان الباور بتاعتك تبقى ايه فرد الايه للصفر لو اتكلمنا على التورك سبيد كاركترستكس بس احنا هنا ايه بس منها مش اللي انت متعود عليها اللي انت متعود عليها اللي هي كانت ده التورك وده ال ان اس او الاس بتاعتك ايكوال 0 وهنا الاس ايكوال 1 وكان التورك سبيد كاركترستكس بتاعتك بيبقى حاجه عامله كده ودي هنا ايه الاس بتاعت الماكسيمم تورك وده هنا قيمه الماكسيمم تورك وهنا تي ستارتنج وهنا الايه النورمال لود بتاعك طب لو السبيد بتاعتك زادت عن ان اس ابص الاقي الكيرف بتاعك الكيرف بتاع الجنريتر اللي هو بيبقى عامل كده يبقى انت عشان تشتغل في جنريشن مود لازم الاس بتاعتك تبقى ايه اصغر من زي. طب لو الاس بتاعتك اكبر من زيرو ايه اللي بيحصل؟ حد فاكر؟ خدنا الكلام ده ايه؟ بيفرمل بالظبط كده بيعمل بلاجنج يبقى بص ايه بس البلاجنج ده فيه مشكله ان ايه؟ ان الكرنت بتاعه بيبقى عالي جدا وانت بتعمل بلاجنج ده ساعات بنعمل ايه؟ الاندكشن موتور لو انت نازل على بالاسانسير في الحديد اللي هو بتاع الاسانسير اللي هو ماشي الفريم اللي انت شغال عليه ابص الاقي في كويلز الكويلز دي تروح عامله ايه؟ تحط دي سي اول ما تحط دي سي اول ما تحط دي سي على الاندكشن موتور يبقى انت كانه اندكشن موتور سينكرونا سبيد بتاعته بتساوي زيرو يبقى هو عايز يخلي السبيد بتاعتك تنزل لايه؟ تنزل لزيرو يبقى هو هيجيب لك تورك تخلي السبيد بتاعتك توصل لزيرو ماشي الحال كده اهوت اوكي
يبقى انا بشتغل في النقطه الجزء اللي هنا هي موجوده كده كويس. يبقى في جنريشن ابص ايه، بس انا رسمتها تاني عشان ايه، انتم دايما متعودين على الرسمه بالطريقه دي مش بالطريقه. بس هنا بيقول ايه، هنا عشان يبقى الاس بتاع ده بنعمل بالاس مش بالسبيد، فهنا الاس تبقى بالنيجاتيف وهنا الاس تبقى بالايه بالبوزيتيف كده ماشي الحاج دوت. الكلام بتاعك لو انت عايز تشوفه ببص لان الكلام بتاعك بيجي اهو بيوصل لزيرو، بعد كده هو اللاين كرنت بيرجع تاني لانك انت بتوصل لاوبن سيركت، وبعد كده دوت ار 2 برايم 1 ماينس اس على اس. اول ما الاس بتاعتك توصل لزيرو يبقى ده بقى عباره عن ايه؟ اوبن سيركت مش كده؟ يعني الكلام بينزل لزيرو. طب الاس بتاعتك بقت بالنيجاتيف، الاس بتاعتك بقت بالنيجاتيف، يبقى ده هنا زائد اس على اس يبقى دي بالنيجاتيف. يبقى بص ايه الباور بتاعتك اللي الكلام يرجع يزيد تاني، بس الكلام بيعكس ايه؟ الاتجاه بتاعه، او لو انت قلبت الاتجاه بتاع كل حاجه نعتبر الكلام بتاعك بالبوصف عشان الكلام يرجع تاني للايه؟ للسبب. انواع الاندكشن موتور او الاندكشن جنريتور بنقدر نقسمها الى ايه؟ زي ما قلنا واحده هيبقى عنده مشكله في الاكسايتيشن، واحده ما عنديش مشكله لانها هتاخد الرياكتيف باور من الايه؟ من السبلاي. عشان كده الاوبريشن بتاعه بيقول هل هو جريد كونكتد ولا سيلف اكسايتد؟ لا هو جريد كونكتد ما عنديش مشكله. طب لو هو سيلف اكسايتد يبقى لازم احط له ايه؟ كاباستور. طب ليه بحط الكاباستور؟ عشان دي رياكتيف باور عشان يقدر يدي كرنت للاي ام بتاعتك عشان تقدر ان هي تفضل ايه؟ شغال. طيب انت عايز تشغله البرايم موفر ده ممكن تشغله عن كونستنت سبيد او فاريبل سبيد. اما تخليه شغال عن فاريبل سبيد ببص الاقي ان الفولتج والفريكونسي بتاعتك بتتغير، فاحنا لازم نلاقي حل للمشكله. طبعا الروتور بتاعك ممكن يبقى سكويرل كيج ممكن يبقى واوند روتر. لو هو واوند روتر يبقى انا ممكن اعمل انجكشن لباور كمان في الروتر، او ممكن اخد باور من الستيتور واخد باور من الروتر. طب بنعمل الكلام ده ليه؟ ساعات بنعمله عشان اقلل، ما بنقول ان انا الكونفرتر بتاعي هيديني كل الباور للسبلاي او ياخدها تاني من السبلاي، يحولها الى دي سي ويرجعها تاني الى اي سي. طب هل انا اقدر ان انا اعمل كونفرتر على الروتر بحيث ان انا اتحكم في الباور بتاعه الستيتور عشان تخلي الفريكونسي والفولتج ثابت؟ اقدر اعمل كده اهو. يبقى انا بدل ما احط كونفرتر عشان ينقل لك كل الباور من الجنريتور يديها للسبلاي، لا انا اخلي جزء من الباور يتنقل عادي وانا مثبت الفولت والفريكونسي بتاعه، وجزء صغير بس يبقى بارشل من الباور هو ده اللي بعمل له كونفرتر وادخله او اخده من الايه؟ من الروتر اللي هي الباور بتاعت الايه؟ بتاعت الروتر، وتوصله على الباور بتاعت طبعا لازم تكون عارف الفريكونسي بتاعت الروتر بتاعتك بتساوي كام، يعني بيبقى كونفرتر، الكونفرتر ده بيبقى صعب شويه ما بيبقاش سهل، بس بيبقى حجمه بيبقى اصغر بكتير من الكونفرتر لو انت خدت كل الباور بتاعت الجنريتور ده رجعتها تاني للايه؟ للسبلاي. هنا طبعا السلايد دي كل اللي عايز يقوله لك ان هو لازم يشتغل عند ايه؟ عند ليدنج باور فاكتور. يعني لازم الجنريتور ده عشان يقدر ان هو سبلاي باور هو عايز ياخد رياكتيف باور، عايز ياخد رياكتيف باور يبقى لازم هو يبقى شايف ان الباور فاكتور اللي هو بيديها دي عباره عن ميدين باور فاكتور. ماشي الحال كده اهو. بالنسبه للسلايد دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا شغال على سكوير كيج اندكشن موتور وبغير السبيد فالفريكونسي والفولت ايه؟ بيتغير. يعني الكي والكيو هنا بتبقى متغيره، فانا باخده من اي سي احوله الى دي سي، وبعد كده من دي سي ارجعه تاني لاي سي، وبعد كده اعمل ترانسفورمر عشان اقدر ارفعه على الايه؟ على الجريد. فالابلكيشن بتاعت الاندكشن موتور ده او الاندكشن جنريتور مش سيمبل زي السنكرونس اعمله سنكرونايزيشن وخلاص وهو اتربط في الشبكه هيبقى شغال لوحده. لا انا لازم اخلي بالي، لازم اعمل عليه ايه؟ لازم اعمل عليه كنترول. Mm-hmm.
زعلان من شكله. الكونفرتر ده المشكلة بتاعته بايه؟ بيقاد للتوتال كوست بتاعت الايه؟ بتاعت الاندكشن جنريتور. طيب لو انت الاندكشن جنريتور بيقول لك ان انا ايه؟ لو انا عايز اعمله سيلف اكسايتد لازم ان انا بوصله على رياكتيف باور، سورس اوف رياكتيف باور اللي هو الكباستور، وبعد ما بيعمل بيلد اب للفولتج ابدا اوصله على الايه؟ على الريزيستنس بتاعتي. ماشي الحاجة دوت عشان مش عايز ياخد كارنت، يبقى انا هحتاج كاباستور بين الكاباستور اكبر شويه. طب هو بيبيلد بس عملنا حاجه اصلا دي كده طب هو هيبيلد اب ازاي؟ طب هو الكاباستور طلعت في البدايه هيشتغل ازاي؟ زي ما كنا بنعمل نشتغل بالنسبه للدي سي بنقول لازم يبقى في الحديد بتاع الماشين ده يبقى فيه ريزيديوال فلكس. الريزيديوال فلكس ده هيعمل ايه؟ هيعمل فولتج. طب والفولتج ده هيعمل ايه؟ الفولتج ده عند سبيد معينه هيبتدي ان هو يمشي كارنت. الكلام ده ما يمشي في الكاباستور يقدر يعمل لك ايه؟ يزود الفيلد كارنت بتاعك، يزود الفيلد كارنت يبتدي يزيد الفولتج وهكذا. طب السيستم بتاعك هيمشي ازاي؟ هنبتدي طبعا ان احنا نشوفه دلوقتي، بس هنا بنقول لك ان ساعات بنعمل ايه؟ لو انا عايز اتحكم في الفريكونسي وعايز اتحكم في الفولتج بتاعك، ان انا باخد سيجنال من الفولتج بعد ما انا وصلته باللود بتاعي، باخد سيجنال من الفولتج، والفولتج ده اما باخد السيجنال بتاعته احنا قلنا مين اللي بيتحكم في الفلكس؟ الرياكتيف باور. يبقى انا لو عايز ازود الفولتج او اقلل الفولتج يبقى انا عايز اغير الرياكتيف باور بتاعتي بتساوي كام؟ فباخد سيجنال من الفولتج واشوف الريفرنس فولتج اللي انا عايزه بيساوي كام، الفولتج كنترولر، الفولتج كنترولر يتحكم في الباور الكترونكس يغير قيمه الاندكتنس اللي هنا، تقوم تغير التوتال كاباسيتنس اللي شايفها في الاندكشن جنريتور، يعني كانك بتغير في الفيلد كارنت بتاعي السنكرونس، يتغير الفيلد كارنت والفولتج بتاعك يبتدي ان هو ايه؟ يتغير. يعني هو لاحظ ان الكنترول بتاعي عشان اتحكم في الفولتج بتاعي لو انا شغال في ايلون مود كومبليكيتد، مش سيمبل زي الايه؟ زي السنكرونس. لو حصل سادن تشينج زي في حاله الايزوليتد جريد كونكتد. لا الجريد كونكتد حاجه وده اللي هو الايزوليتد. لو حصل بقى سادن تشينج هيفرق في برضه هيبوظ يعني البلين. هيسمح للروتور ان سرعته تزيد بسرعه بس السرعه هتزيد وده هيترجم لايه؟ هيترجم ان الفريكونسي والفولتج هيتغيروا لكن الباور اللي اقدر اخد باور كبيره ارجعها للسبلاي ارجعها للشبكه اديها للشبكه. ليه؟ لان الباور بتعتمد على الاس اللي هي سليب بين الروتر وبين الفريكونسي بتاعت الشبكه. لكن بالنسبه للسينكرونس لا، هي الباور تعتمد على اللود انجل بس، يعني مش مسموح ان السرعه بتاعت الروتر تزيد عن السرعه بتاعت ال ان اس. لكن ده ممكن السرعه تزيد قوي عن ال ان اس لان الباور اعلى.
مش خطر قصدي على الـ على الموتور الجنريتور نفسه مفيش خطر عليه كده ليه؟ لان دي بنقول ايه جاست يعني هي زادت السرعه لغايه حد معين وبعد كده ايه رجعت تاني هي دي المشكله اللي بتبقى اوكي فلاحظنا ان انا عشان اقدر اتحكم في الفولت لا الدنيا بقت كومبليكيتد ما بقتش زي الاول ان انا بغير الفيلد كارنت ارفعه ويزيد الفولت اقلله يقلل الفولت زي السنكرونس بكل بساطه طيب عشان نقدر نفهم ال هنا طبعا الاف او اوبت بتاعتها بتساوي ايه البي ان على ال 120 وطبعا دي انت عارفها هنا الماشين بتاعي الايكويفالنت سيركت بتاعتك بتبقى بالشكل ده انا كل مشكلتي في الاي ام يبقى كانك بتعمل ريزونانت فريكوانسي بين الاثنين دول عشان الرياكتيف باور تتغذى منه يعني لو ده كان عباره عن اندكتنس وار لا خلاص طب والاندكتنس دول كلهم مين اللي هيدي الرياكتيف باور مش حاجه تدي رياكتيف باور مش هيشتغل عشان يشتغل لازم يكون عندك هنا ايه كاباسيتور ماشي الحال كده اهو طب انا ببني الايكويشن بتاعتك ازاي بتقول ان الفولتج ده اللي هو عباره عن الاي ام مضروب في الاكس ام يدي لك الفولتج من هنا لهنا مش كده لو انا اهملت ده يبقى ده عباره عن برضه الايه الاي سي في الاكس سي فتقدر انك انت ترسم الكيرف بتاع الفولت اللي هو كنا بنسميه ايه ماجنتايزنج كيرف ماجنتايزنج كيرف يقول ان لازم يكون عندك ريزيديوال لو ما عندكش ريزيديوال مش هيمشي الحال بعد ما عندك ريزيديوال رسمت الكيرف اللي هو بين الاي والاي بتاعتك وانت هيحصل ساتوريشن ولازم الكيرف ده يبقى فيه ساتوريشن طيب نفس الفولتج ده بيساوي ايه لو انا اهملت الار واحد والاكس واحد نفس الفولتج ده بيساوي الار اللي ماشي في الكاباستر مضروب في واحد على اوميجا سي مش كده؟ فاكرين بالنسبه للشنط الشروط عشان الشنط الجنريتور ده يبيلد اب كريتيكال سبيد كريتيكال ريزيستنس فاكرين الكلام ده ولا لا؟ لازم يتحرك ايه؟ لازم يتحرك الاول ده كده بص عشان ده يشتغل هو هيشتغل عند اي نقطه؟ لما عند النقطه دي النقطه دي اللي هي بتقول ايه؟ ان الاي واحد على اوميجا سي بتساوي الاي ام مضروبه في الايه؟ مضروبه في الاكس ام ماشي الحال كده اهو لو انا مش موفر اي ريزيستنس ولا اي لود ولا اي حاجه خالص يبقى هو نفس الكلام ده هو نفس الكلام ده مش كده؟ اللي هو عباره عن ايه؟ الاي فيلد بتاعك اللي هو كنا في الجنريتور اللي هو الشنط جنريتور كنا بيقول ده ايه؟ هو الاي بتاعه الارمتشر هو اللي هيمشي في الشنط وهيبتدي ان هو يعمل بيلدنج اب للايه؟ للفولت. فانا بيبقى عندي سمول فولتج ده اللي هو نتيجه للريزيديوال ماجنتيزم اللي موجوده في الحديد. ده هتمشي كرنت، الكرنت ده هيعمل فولت، الفولت ده هيمشي في السي هيروح عامل لك ايه؟ رياكتيف باور، رياكتيف باور هيزود الاي ام، يفضل يزيد الفولت يزيد الفولت لغايه لما توصل للنقطه. ماشي الحال كده اهو لو الكيرف ده نزل كده هيبقى في نقطه تقاطع هنا 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 وكل حاجه تمام طب لو الكيرف ده طلع لفوق ايه اللي هيحصل؟ مش هيستمر مش هيقدر يعمل ايه قبل الفوق مش كده؟ طب يبقى معنى كده ايه؟ ان انا عندي كريتيكال سبيد بس الفولتج ده بيساوي ايه؟ اي بدل ما نجمل لك اكس ام قلنا ايه؟ الاوميجا في الايه؟ الام مش كده؟ يبقى انا عندي كريتيكال سبيد لازم ابقى اعلى من الكريتيكال سبيد زي بتاعت الشنط جنريتور بالظبط اوكي؟ ولازم الكيرف ده يبقى ايه؟ يبقى تحتيه الكيرف ده يبقى تحتيه ايه؟ يعني عايز القيمه دي تقل عشان القيمه دي تقل الكاباستور ده لازم يبقى ايه؟ يبقى اعلى يبقى انا عندي كريتيكال كاباستنس وعندي كريتيكال سبيد لازم السبيد بتاعتي تبقى اكبر من الكريتيكال سبيد وفاكر كنت في الشنط كنا بنقول ايه؟ بنقول الار اقل من الار كريتيكال، هنا عندي ايه؟ السي اكبر من السي كريتيكال لان الامبيدنس بتاعت الكاباستور اللي هي واحد على اوميجا اس. ماشي الحال كده اهو؟ يبقى انا لو انا قللت قيمه السي عن حد معين كل ما اقلل قيمه السي ابص الاقي ان الكيرف ده يجي ناحيه. اكبر قيمه السي الاقي ان ايه؟ الكيرف ده يجي ناحيه. فانت لازم يعني الاندكشن جنريتور ده مش هيقدر ان هو يبيلد اب الفولتج في اي كونديشن لا لازم السي بتاعتك تبقى اكبر من قيمه معينه واللي هي كريتيكال
ولازم السبيد بتاعتك تبقى اصغر من قيمه معينه اللي هي في السبيد ده. ماشي اهوت تمام. ولازم كمان يبقى ايه في عندك ايه ريزيديوال، لازم ريزيديوال فلكس يبقى موجود في الايه في الحديد اللي موجود عندك. لو ما فيش ريزيديوال فلكس مش ايه مش هيقدر يبيلد اب. الترمينال فولتج ديبندنج بتبقى على السبيد و على الاي ام اللي هي موجوده عندك. ولازم الاس بتاعتك تبقى ما تساويش زيرو، لازم تبقى اقل من الزيرو عشان تقدر تسحبها. خلينا حاطط لك كل الايه الكونديشن كل واحده ملونها لك عشان تبقى تقدر لو انت بعد كده قلنا ايه؟ قلنا ان انا هنا كنت بغذي اللود وبحاول اتحكم في الفولتج بتاعه. هنا انا كنت حاطط فول كونفرتر عشان ينقل لك الباور يوديها للايه؟ للشبكه. طب لو انا عايز انقل الباور للشبكه والكونفرتر بتاعي عايز اصغر الحجم بتاعه، بعمل ايه؟ بقدر اغذي الجنريتور ده اخد منه باور من الستيتور ومن الايه؟ ومن الروتر. وده بيبقى اسمه دبل فيد اندكشن جنريتور او دبل فيد اندكشن موتور. دبل فيد يعني ايه؟ يعني انا بعمل تغذيه على الستيتور وبعمل تغذيه على الروتر. يعني الروتر بتاعك لازم يبقى سبيد كده. في الحاله دي بعمل ايه؟ بعمل كنترول. الكنترول ده يخلي الباور اللي هنا يبقى كونستنت فريكونسي كونستنت فولتج رايح للايه؟ رايح للشبكه، واتحكم في الباور اللي رايح للشبكه. طب وبقيه الباور الجاست اللي بتجي لي اعمل فيها ايه؟ اقدر انقلها عن طريق الكونفرتر ده، والكونفرتر ده بيبقى باي دايركشنال، يبقى الباور دي لو اعلى يبقى انا بنقل باور هيلب، لو اقل يبقى انا باخد باور ايه؟ وارجعها تاني للجنريتور بحيث ان هو يخلي الباور اللي ماشي هنا اهو تقدر تثبت لك الفولتج وتثبت لك الفلوس. طب الميزه بتاع ده والعيب بتاعه، العيب بتاعه ان الدبل فيت اكيد هيبقى اغلى من الايه؟ السنجل فيت. من سكوير كيج، يعني سليب برينج اكيد هيبقى اغلى من السكوير كيج، وهيبقى فيه مشاكل بتاعة السليب برينجز، البراشز اللي موجوده عندي. طب الادفانتج اللي انت خدتها ايه؟ ان حجم الكونفرتر بتاعك حصل له ايه؟ داون سايز للايه؟ للكونفرتر بتاعك. هنا طبعا بيكلمك بقى ايه لو حصل بتغير بيتكلم يعني الكلام اللي احنا قلناه ان انت لو حصل وين جاست يعني الباور اتغيرت لحظيا بالنسبه للوين تربايت البليدز بتاعتك بيحصل عليها ستريسز بالنسبه للسينكرونس لكن بالنسبه للاندكشن مفيش الاستريس. ودي الميزه الوحيده او الميزه الكبيره بالنسبه للاندكشن جنريتور على الايه؟ على النوع السينكرونس. طب لو احنا بصينا للشكل ده من غير ما نقرا فوق ايه رايك؟ الماشين اللي موجوده عندي ده جنريتور ولا موتور؟ بص الاتجاهات الدوران بص الفلكس بتاع السيدر والفلكس بتاع الروتر. دايما الفلكس بتاع السيدر هو اللي سابق الفلكس بتاع الايه؟ بتاع الروتر، يعني الزاويه دلتا بتاعتك ايه؟ بين الاثنين نيجاتيف. يبقى ده عباره عن ايه؟ السيدر هو اللي بيشد الروتر. يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن موتور. تمام جدا. الموتور ده ممكن ان هو يشتغل عند سب سينكرونس او سينكرونس او سوبر سينكرونس سبيد. لو هو سب سينكرونس يبقى الاس بتاعتك بتبقى بالبوزيتيف زي ما احنا شايفين كده هو يعني ده بيجري على الروتر بسرعه اس اف اس بيجري سليجري في الاتجاه ده. ده هنا لو هو سينكرونس بس عشان يبقى سينكرونس عشان اقدر ادخل باور من السبيد للروتر مش هقدر ادخلها في حاله الاندكشن. اوكي فده هيبقى عباره عن ايه؟ كانه سينكرونس ماشين. وده ده اللي هو بيبقى ايه؟ سوبر سينكرونس. سوبر سينكرونس يبقى بص الاقي ان ال ال الاس بتاعتي بتبقى ماشيه في الناحيه دي. اوكي فده مش هيشتغل ان هو يبقى جنريتر موتور، ده هيبقى يشتغل ان هو يبقى ايه؟ يبقى جنريتر. ده هنا هو لو احنا بصينا لل فلكسز اللي هي اللي موجوده هنا
ابص الاقي مين اللي بيسبق الفلكس بتاع الموتور هو اللي بيسبق الفلكس بتاع الايه بتاع الاستيت. يبقى ده شغال على ايه في جنريشن مود سب سينكرونس سينكرونس سوبر سينكرونس. الاس بتاعتك البوزيتيف تبص تلاقي ان الباور بتاعتك بتبقى الاتجاهات بتاعتها كده الميكانيكال باور. ولازم انا ادخل هنا هو من الروتر ادخل باور على الروتر وبدخل وبطلع باور هنا اهو. اوكي ده اللي هو عباره عن ايه اللي هو الدبل فيت. ماشي الحاج دوت انت على الحاجه تاني برضه هنا اهو. ده بالنسبه للموتور انا بدخل من الاستيت باور بطلع فيه ميكانيكال وده اللي هو عباره عن ايه الروتر كابر لوسز. لو انا عندي سينكرونس الروتر كابر لوسز هتبقى ايه بتساوي زيرو. طب لو انا عندي السوبر سينكرونس البي جاب لسه بالبوزيتيف عشان شغال موتور البي جاب لسه شغاله بالبوزيتيف وانا عايز ميكانيكال باور تبقى اوت بوت بتاعتك يبقى دي بالبوزيتيف والاس بتاعتك بالنيجاتيف يبقى ده ابص الايه بتاع الروتر كابر لوسز بتعكس الاتجاه بتاعها. يبقى انا لازم ادخل من الروتر ادخل باور يبقى الكونفرتر بتاعتي يدخل باور من الاستيتر وبيدخل باور من الروتر عشان الموتور ده يقدر ان هو يشتغل في السوبر سينكرونس. طب بالنسبه لل جنريتر بالنسبه للجنريتر النورمال كومبليشن بتاعتك اللي في اللي هو شغال هنا اهو اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الميكانيكال باور هي اللي بتغذي الروتر كاباسيتس وهي اللي بتغذي البي جاب يعني هي اللي بتدي لك باور للستيتر وهي اللي بتغذي لك الروتر كاباسيتس. طب عندي سينكرونس مفيش روتر كاباسيتس وكل الميكانيكال باور هي اللي بتدي لك الايه؟ الباور. طب عندي سب سينكرونس عندي سب سينكرونس لازم انك انت تعمل ايه؟ لازم البي ميكانيكال لازم ادخل باور كمان مع الباور اللي هو طلع من الجنريتر الميكانيكال باور دي مش كافيه ان هي تزود السبيد فوق السينكرونس سبيد. فانا اعمل ايه؟ اروح مدخل له كمان باور من الروتر عشان تقدر تدي لك البي جاب بتاعتك يبقى انا خدت الفولتج وخدت الفريكونسي اللي انا عايزه ويبقى الكونفرتر بتاعي شغال على الايه؟ على الباور بتاع الروتر اللي هي الروتر دي روتر دي روتر. ده بيدي لك الثلاثه كونديشنز بتاع السوبر والسب والسينكرونس. ببص الاقي ان الحاجه اللي انت مش متعود عليها يعني بالنسبه للموتور بص الاقي ده اتجاهها صح اتجاهها صح هنا الاتجاه بتاعها بيختلف. ليه؟ لان في الموتور انا المفروض اشغل عند سب سينكرون. لو انا هشتغل على سوبر سينكرونس يبقى لازم في باور زياده جايه لك من الايه؟ من الموتور. بالنسبه للجنريتور انت متعود عليها بالشكل ده اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن البي ميكانيكال سوري هي اللي بتغذي لك الروتر كابر لوسز والبي جاب. البي الروتر كابر لوسز نزلت لزيرو عند السينكرونس. طب عند السب سينكرونس عند السب سينكرونس لازم انت بقى تغذي باور كمان للايه؟ من الروتر. يبقى الكونفرتر بتاعك هو اللي هيغذي عشان يديك الباور للايه؟ للروتر عشان يزود الباور بتاعك الميكانيكال عشان تقدر تدي لك بي اوتبوت بتاعتك زي اللي انت عايزه. ماشي الحال كده اهو. احنا كده خدنا اللي هي الفروق بتاع الاندكشن جنريتور وعرفنا الحاجات المهمه او النقط المهمه بالنسبه له. لو احنا حبينا ان احنا نراجع عليها تاني هنقول الاندكشن جنريتور امتى بستخدمه؟ لما السبيد بتبدأ عماله في فلكتريشن السبيد عماله بتتغير بسرعه. اوكي؟ وده بيحصل فين؟ في الوين تربين او سمول هيدروليك باور ستيشن. ماشي الحال كده اهوت. طيب ايه انواع الاندكشن جنريتور اللي هي اللي موجوده عندي؟ في سنجل فيد ودبل فيد بالظبط كده اهوت. بس ده بناء على ايه؟ على الكونفرتر بتاعي. لا احنا نقسمها لنوعين اساسيين ان هو عباره عن جريد كونكتد او ايزوليتد. لو هو جريد كونكتد ما عنديش مشكله، لو هو ايزوليتد انا لازم اسبلاي ايه؟ الباور عن طريق ايه؟ كاباسيتور. هل ينفع الاندكشن جنريتور ان هو يشتغل عند لاجنج باور فاكتور؟ لا. ليه ما ينفع؟ لان هو عايز فيلد عايز فلاكس عنده فهو لازم يكون شغال عند لاجنج باور فاكتور ما يقدرش يشتغل عند ايه؟ عند لاجنج باور فاكتور. ماشي الحال كده اهوت. طيب ازاي تتحكم لو هو ايزوليتد؟ عايز تتحكم في الفولتج والفريكونسي تتحكم فيهم عن طريق الايه؟ عن طريق الكباستور اللي موجود عندك وعن طريق الباور. كل ما الباور تزيد يبقى لازم تنزل الكباستور بتاعك يحصل لها ايه؟ لازم ان هي
تزيد. كل ما قيمه الكاباسيتور بتاعتك تزيد يبقى معنى كده ان الكيرف بتاعك ينزل لتحت كده اهوت، يبقى هو هيقطع لك في حته اعلى. كل ما قيمه الكاباسيتور تزيد يبقى الفولتج بتاعك يحصل له ايه؟ يبتدي ان هو يزيد. ماشي الحال كده اهوت. اوكي. مشكله الاندكشن جنريتور ده لو هو ايزوليتد والسبيد عماله بتتغير، الفولت والفريكونسي بيفضلوا ثابتين ولا بيتغيروا؟ بيتغيروا. طب ازاي هغذي لود وهم عمالين بيتغيروا؟ بنبني كونفرتر. الكونفرتر ده من احد المشاكل بتاعه الاندكشن جنريتور، يبقى انا هضيف سعر الكونفرتر على سعر الاندكشن جنريتور. طب اتغلب على الكلام ده ازاي لو السايز بتاعي كبير شويه؟ اعمله دبل فيت. طب لو انا الاندكشن جنريتور ده بيشتغل عند سوبر سينكرونس ولا سب سينكرونس سبيد؟ عند سوبر سينكرونس سبيد، يعني لازم السبيد بتاعتك يبقى اكبر من السينكرونس سبيد. هل اقدر اشغله عند سب سينكرونس سبيد؟ اه، بس لازم يبقى ايه؟ يبقى دبل فيت. وفي حاله ما هو يبقى دبل فيت، لو انا هشغله عند سب سينكرونس سبيد انا هعمل انجكشن لباور للماشين عن طريق الروتر ولا هاخد باور من الاستيتور والروتور؟ لا انا هعمل انجكشن للايه؟ للايه؟ في الروتور لو انا سب سينكرونس. لو سوبر سينكرونس انا هاخد باور من الاستيتور وهاخد باور من الايه؟ من الروتور. ماشي الحال كده اهوت. اوكي؟ طب لما انا خليته دبليو فيت استفدت ايه؟ ان انا قللت السايز بتاع الكونفرتر وبقى الاستيتور متوصل دايركتلي بالجريد والروتر هو ده اللي انا بعمل عليه كونفرتر وبتحكم فيه عشان اظبط الباور بتاعتي تبقى الكونستنت باور والكونستنت فريكونسي كونستنت فولتج واصل للجريد حوالين الستيتور والروتر بتاعي بقيت الباور اخدها ايه؟ انقلها عن طريق الروتر سواء اوديها للجريد او اخدها من الايه؟ ماشي الحال كده اهو. حد عنده اي مشكله بالنسبه للاندكشن جنريتور؟ دلوقتي احنا عندنا تو اوبشنز. احنا ممكن نشوف نراجع بعض الاسئله بتاعت الامتحان، ولو انا شايف ان هي انا مش عايزك تحفظ الاسئله، لان الاسئله زي ما الاسئله اللي احنا بنقولها دلوقتي دي عباره عن نقطه المهام المهمه المفروض انك انت تبقى عارفها. يعني نشوف بعض الاسئله كده اهو ونراجعها مع بعض ونشوف انت عملت ايه، ولو انا شايف ان الامتحان حد حاسس ان الامتحان كان صعب؟ ايوه هو فعلا الاسئله كانت دايركت، انا اتوقع ان الاسئله كانت دايركت، مش حاسس ان هي كانت فيها مشكله. هنشوف بعض الاسئله لو انتم عايزين، او ممكن ان احنا ننزل المعمل ونشوف الاندكشن ريجوليتر والسيلسن والكلام. المفروض المعيد ان هو وزع عليكم التاس انك انت تعمل ريبورت. الريبورت ده احنا قلنا انتوا قسمتوا نفسكم فين المندوب؟ قسمتوكم كل مجموعه كام واحد؟ من 9 ل 10 11 كده الارقام دي. 9 ل 10 خلاص، يبقى كل واحد هيبقى عنده، احنا كل مره هيبقى عندنا 3 جروب على الاقل هيعملوا برزنتيشن. الثلاثة جروب اللي هيعملوا برزنتيشن كل واحد هيطلع هيتكلم ماكسيمم يعني دقيقتين ماكسيمم 3. اوكي؟ اللي هي يعني دقيقتين لغايه ايه؟ لغايه 3 هتوصلني معلومه. اوكي؟ وتوصل لزمايلك معلومه، مع زمايلك هيسالوك، انت هتستفاد حاجتين من البرزنتيشن دي، هتبقى اول مره تعمل برزنتيشن قدام مجموعه كبيره من الناس تتكلم معاهم ويبتدوا ان هم يسالوك ويبتدوا زياده على النقطه بتاعتك. تاني واحده انك انت هتبتدي تقرا، انت معظم الماشينز اللي احنا اتكلمنا عليها هنا في المحاضره وخدنا زي هنت عليها في بعض الماشينز القليله جدا اللي هي زي المايكرو موتور او البرنت سيركت موتور دي ما هو هتقولي ما فيش معلومات كتير عندها، هي موجوده معلومات في البيبرز وموجوده معلومات في البامفلت بتاعه الشركات. انا عايزك تخش على البامفلت دي واقرا شوف انت فهمت ماشي الحال معاك ولا لا. لازم انك انت تتنقل من مرحله ان كل حاجه تبقى تلقين مدي لك المعادلات، يعني تعاملت هنا اهوت ما اديلكش المعادلات بالتفصيل بتاعه الاندكشن او اي نوع من انواع المودل، بس انت دور عليها وشوف دي تمشي معاك ولا ما تمشيش معاك، انت فاهم ولا لا،
ايه المايكرو موتور ده؟ ده موتور ده السبيدز بتاعته بتبقى في 35 و 40000 ار بي ام، وده بيستخدم في صقل المجوهرات او تقطيع حاجات دقيقه جدا، او في مكن بتاعه الاسنان اطباء الاسنان، او في الحاجات العمليات الجراحيه. يعني ده ليه استخدامات معينه وبيشتغل بطرق معينه. هو احد انواع الموتورز اللي انت درستها، يعني ممكن يبقى براشلس، ممكن يبقى دي سي براشلس، ممكن اي حاجه، بس ايه؟ بس معمول بطريقه معينه عشان يقدر يتناسب مع الابلكيشن. عايزك تقرا وتشوف تقدر تفهم حاجه موجوده ولا لا. اوكي، هتعملوا البرزنتيشنز وهنبتدي ان احنا نقيمكم، وده هيبقى ايه بونس بالنسبه لك. هنحاول نعمل لك زي كويس تاني بسيط كده، هو تقدر انك انت تحسن الدرجه اللي هو الناس اللي عايزه تحسن كم واحد شايف ان الاسئله بتاعت الامتحان لا ما كانتش دايركت قوي، او كنت حاسس انك انت تايه؟ خلينا بقى طالما كده اهو نبص على الاسئله منها هنعرف نجاوبها ولا لا. Oh, right.